بالبدايه نذكركم بطريقه التواصل ويانا عن طريق التليجرام، ورقم الظاهر اسفل الشاشه. اللي يحب يتواصل من خلال هذا الرقم يرسل رساله مختصره بها المعلومات الكامله، واذا كان هناك مقطع يوضح هذا الموضوع او هذه المشكله او صور ايضا من الممكن ارسالها الى هذا الرقم، واحنا نقرا فقط الرسائل وقت بث البرنامج من الثامنه الى التاسعه، ولا نرد على الرسائل كتابه، لان تعرفون رسائل كثيره تصل الى البرنامج. نبدي مشوارنا من البصرة وموضوع شغل أهل البصرة بالشكل كبير في الآونة الأخيرة، في الشهرين الأخيرين. احنا قبل تقريبا الأسبوع الماضي عرضنا حالة قتل طفل خنقا، والموضوع كان يعني مادي، وتفاصيل القصة عرفناها في يومها، والموضوع مؤلم جدا حقيقة أن تكون أحد الجيران هي القاتل وبهذه البشاعة. الموضوع يعني في يومها احنا حتى من طرحنا الموضوع وصلتنا رسائل كثيره، من ضمنها يعني رسائل من البصره انه تقول حالات القتل بدات تزداد بالبصره خاصه في منطقه الزبير، ولذلك بحثنا بالموضوع، ويعني هناك استطلاع خاص بهذا الموضوع، اخذنا اراء الناس وشفنا شنو المشكله. في وقتها حكينا انه قلنا يعني سمعنا تصريح للاجهزه الامنيه الموجوده في البصره، قالت انه هي اغلب القضايا هي قضايا اجتماعيه، قضايا تخص الشرف، لكن بعد الفحص هذا موضوع اعتقد انه احنا مباشره نرمي باعتبارنا احنا يعني مجتمع عشائري وهذه حقيقه، يمكن مباشره نروح الى قضايا الشرف حتى احنا يعني او اللجنه الامنيه او الاجهزه الامنيه ترمي الكره في عاتق العشائر وتقول انه هي تصفيه حسابات، لكن الحقيقه غير هذا، لان اكو ناس تم قتلهم خاصة النساء، هم يتمتعون بسمعة رائعة، والموضوع أيضا ما بيسرقة، إذا هناك خفايا قد تكون غير معلومة، قد تكون بالأيام الجاية المفروض أنه يفتح تحقيق، والمفروض أنه الأجهزة الأمنية بالتعاون مع الجهات المعنية أيضا بالبحث في هذا الموضوع المهم والشائك، لأن يعني الناس حاليا في الزبير أو في البصرة عموما هم خائفين لأن ما يعرفون من المستهدف. نروح احنا نتابع القضية ونتمنى، نرجع ونقول الأجهزة المعنية بهذا الموضوع والأجهزة الأمنية بالذات أن تقوم بفتح تحقيق كامل والوقوف على الأسباب الحقيقية والرئيسية التي أدت إلى ازدياد حالات القتل في البصرة. نلاحظ هالأيام الجرائم تكثر عندنا بالزبير، وبالخصوص يعني جاي نلاحظها اللي حدثت عندنا بالزبير بخصوص المعلمات او القضايا الشرف نقول اللي جاي يحكون عنها. يعني قبل كم يوم حدثت عندنا حادثه بالزبير منطقه الجمهوريه الثانيه اللي هي معلمات اثنين، واحنا يعني المعلمات نعرفهن اللي صار لنا يمكن اكثر من 10 سنوات ساكنين بمنطقتنا من العائلة الشريفة ومحترمة، لكن اللي جرى ما ندري، يعني في ليلة وضحاها سمعنا بحادثة القتل وما نعرف شنو الدوافع اللي أدت إلى هذه الجريمة. أما بالنسبة للقضاء فجاي ياخذ مجرى وإن شاء الله يعني طلعون حقوقهم، ونداعي الحكومة والقضاء خاصة بالزبير يعني يحدون من هاي القضية اللي جاي تحدث عندنا بالزبير. رأيك ليش جاي تكثر جرائم قتل بالزبير وتحديدا النساء؟ يعني اللي الاحظه يجوز حتى هاي اثناء ايام الزياره نقول، لان كودنا العالم كلها في الزياره والوضع الامني جاي نشوفه متردي يعني شويه، وان شاء الله نتمنى الامن والامان في المنطقه وللعراق عامه. يعني بصراحه الوضع الامني في الزبير يشهد تدهور واضح خصوصا بالايام الاخيره، شهدنا جريمه قتل بشعه بحق معلمات، يعني يشهد لهم الكل بالاخلاق والسمعه الطيبه، وفد جريمه بشعه يندى لها الجبين صراحه، ولحد الان القضاء ماخذ مجرى بالقضيه، واضافه الى ذلك بعض الجرائم القتل تتكرر هنا وهناك بداعي شرف او بغيره، المهم بصوره عامه الوضع الامني مو جيد يعني. حصلت عندنا في شهر 11 حادثتين قتل النساء، الحادثتين تبين انهن غسل عار وقضايا شرف. طيب الحادثه الاخيره اللي حصلت في قضاء الزبير وهو قتل المعلمتين، طبعا المعلمه والمديره، المعلمه والمديره هن اقرباء، المديره تصير عمه الست اللي انقتلت، و
الحادثة صارت في داخل الدار في إحدى غرف النوم. الغاية أو الدوافع لحد الآن مجهولة من ناحية السمعة والشرف. طبعا الكل يشهد بسمعتهم وشرفهم في المنطقة وحتى ما بين الكادر التدريسي والتدريسيين والتربية. إذن حادثة المعلمتين هي مو حادثة غسل عار؟ لا، ليست حادثة غسل عار، وهذا الأمر ما نسمح به ولا نهائيا، لكنه التحقيقات جارية وأكيد أكو دوافع أخرى إن شاء الله الأيام القادمة تبين. طيب يا ريت لو تحكينا عن تفاصيل حادثة المعلمتين، لأن هي أثارت جدلا يعني في الأوساط في البصرة، شلون صارت الحادثة؟ نعم، أنت تعرف إحنا كنا يعني الكل أكثر الأغلب الناس راحوا لزيارة الأربعينية. الزوج إحدى المعلمتين وأخو إحدى المعلمتين وين طلعوا؟ طلعوا للزيارة قبل أسبوع تقريبا من يعني حصول الحادث. الاتصالات انقطعت في يوم الحادث يعني حسب ما ورد لنا من عندهم. بعد رجوع احد هؤلاء الاشخاص من الزياره، تعرف يعني الرجوع كان صعب جدا، فاحد الاشخاص حصل سياره ورجع، لما دخل على البيت اكتشف الجريمتين وبلغ عنها الشرطه. القتل هو كان عن طريق الخنق، يعني عن طريق الخنق، وما لقينا مسوقات ذهبيه مسروقه ولا لقينا فلوس مسروقة. مو دوافع سرقة؟ لا، وليس دوافع سرقة، يعني حتى البيبان ما لقينا باب مكسور يعني. اي لا، التحقيقات جارية ما عدا الموبايلات مسروقة، والان التحقيق جاري لكشف الجريمة ان شاء الله. طيب استاذ مهدي، كجهة أمنية، ليش هذه جرائم القتل تحصل في قضاء الزبير؟ صراحة احنا إذا أريد نقيس هذه الجرائم مع حجم قضاء الزبير من ناحية الكثافة السكانية والمساحة الجغرافية، وقضاء الزبير من الأقضية الجاذبة للسكان، ونقارنها مع الإمكانيات المحدودة اللي موجودة عند الأجهزة الأمنية، نقارنها مع باقي المحافظات أو باقي حتى الدول، إذا أريد نقارنها الدول اللي مستقرة أمنيا، نلاحظ أنه نسبة ضعيفة جدا من الجرائم هاي أولا. ثانيا احنا ما عندنا لحد الآن أي جريمة غير مكتشفة، لحد الآن ما عندنا أي جريمة سواء كانت من سطو الليل المسلح أو كانت قضايا القتل غير مكتشفة بجهود ضباط الشرطة والاستخبارات. لربما دوركم هو منع هذه الجرائم من الحصول أصلا، من المسؤول عن هذه الهشاشة إذا تسمح لي؟ نعم، إحنا إذا أريد نستبق الجريمة فهذا دور الجانب الاستخباراتي، وإحنا أكدنا في أكثر من لقاء تكثيف الجهد الاستخباراتي ودعم الجهد الاستخباراتي الذي يكاد يكون معدوم، ومن أقول لك معدوم يعني حتى الورقة تكون من جيوبهم الخاصة، من جيوب المنتسبين الخاصة، وهذا خلي يسمع الكل يعني، وهي حقيقة ما مخفية. جزء الضباط ما يحكون، هي يتلافون غضب المسؤولهم الأكبر، لكن احنا نحكيها وبصراحة. هذا جانب. الجانب الثاني اكو قضية، احنا عندنا مثل شعبي دارج هو حرام البيت، حرام البيت ما ينقدر، يعني قضية الشرف هذه شلون نسيطر عليها القضايا الشرطة؟ القضايا العائلية والمشاكل العائلية، يعني مو قضايا الشرف، يعني اكو قضايا مثل قضايا إرث أو غيرها من مثلا المديونية أو غيرها من الأموال، وبحالة غضب يرتكب الجريمة. احنا ما عندنا عصابات سطو مسلح، ولا عندنا اكو مجاميع إرهابية حتى يعني خلينا نقول نضح في هذه الخانة، لا، هذا الشيء ما موجود نهائيا. في القضايا اللي قاعدة تصير قضايا أغلبها قد تكون عائلية أو من داخل حتى نفس الشارع. أنت جاي تأكد كلام قائد الشرطة؟ إيه نعم، إحنا ما عندنا عصابات إرهابية نهائيا، وإلا إذا كانت هناك عصابات إرهابية الجرائم اللي انكشفت شابينت هذا الأمر، ما عدا السطو الليلي المسلح، وآخر عصابة السطو قبل شهر تم إلقاء القبض عليهم واعترفوا بالاعتراف الابتدائي والقضائي كذلك. في الآونة الأخيرة الزبير حدثت به عدة يعني حالات إجرامية احنا نسميها، مثلا هي انتهاكات، يعني حدثت 4 حالات قتل للنساء، 2 من عندهن كشفت عن الجريمة، و2 لا تزال يعني قيد التحقيق. الاثنين الأخيرة اللي حدثت للمعلمتين مع الأسف، يعني معلمات من ذات سمعة حسنة، من عائلة حسنة، يعني من منطقة معروفة، جريمة جنائية حدثت يعني مروعة، اللي هي بعدين كشفت عن الجريمة بعد 5 أيام نتيجة بعد تفسخ الجثث، بعد يعني انتشار رائحة، ويعني مع الأسف الشديد يعني الحالات اللي جاية تحصل بالزبير هي
يعني يراد الى مراجعه الى الوضع الامني في قضاء الزبير. توجد قوات امنيه، توجد شرطه، توجد يعني وسائل امنيه، بس بحاجه لكن الى السبب بحاجه الى دعم ومسانده لهذه الى هذه القوات الامنيه الموجوده بالزبير. الزبير ينقص الكثير من وسائل الدعم، بحاجه الى كوادر امنيه اضافيه لقضاء الزبير لتعداد سكانه اكثر من 700 الف نسمه. الزبير مفتوح على كل الاطراف بحاله نزوح سابقه ونزوح حاليه، بحاله جذب سكاني كبير، يعني بتواصل مراكز عمل كبيره، يعني جاي يعني يسمى قضاء الزبير القضاء اللي جاذب للسكان. كانت ولا تزال مدينتنا تسمى مدينة الوحدة والوئام والمحبة والسلام، للأسف هذه المدينة يعني جاي تعيش حالة مزرية أو حالة ألم للحالات الأمنية أو الانتهاكات الأمنية اللي جاي تحصل، وتقريبا انتهاكات يومية، أربع نساء تقتل بالزبير، جرائم سطو مسلح تحصل بالزبير. باختصار من المعني عن 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 هذا الهشاشه الامنيه؟ اكيد هي يعني احنا ما نجي نلوم القوات الامنيه بالزبير، الشرطه بالزبير، الشرطه تقوم بواجبها بس هي وفق الامكانات المحدوده اللي عندها. احنا نطالب يعني قائد شرطه البصره ان يكون داعم قوي لقضاء الزبير اللي عاد المحافظه، اللي عاد المحافظه المثنى. شاهدنا الموضوع انه هي ليست حاله او حالتين، لذلك الموضوع بدا يزداد والمفروض انه يتم تسليط الضوء عليه. المفروض هناك وفد يذهب من مجلس المحافظه واللجنه الامنيه والمختصين والذهاب الى منطقه الزبير، ويعني زياره المناطق، سؤال الناس انه شنو الموضوع، لانه كثير من الناس يعني متخوفه حاليا من الخروج من منازلها، مثل ما راح نشوف حاليا بالتليجرام انه وصلت لنا هذه الرساله من احد المتابعين في منطقه الزبير في البصره، يقول والله هاي الايام نخاف ما نطلع من البيت لان اكو حالات قتل هواي في محافظه البصره وخصوصا بالزبير، والله ماكو امان لان ماكو لا شرطه ولا جيش، نرجو منكم ايصال معاناتنا الى محافظ البصره. اللي يتمناه حاليا انه يعني بما انه من اهل الزبير قاعد يقول انه ماكو لا شرطه ولا جيش، اذا هناك خلل امني في هذه المنطقه، المفروض يكون هناك جيش وشرطه حتى يتم معالجه الموضوع يعني بشكل سريع. ما نريد انه تزداد هذه الحالات، وخاصه هناك يعني خوف بين الناس، ما تعرف الناس من المستهدف، يعني مثلا خلينا نقول انه في بعض الاحيان يكون مستهدف شخص معين او فئة معينة، لكن حاليا الأسباب مجهولة. رسالة أخرى تقول طبعا الوضع الأمني في البصرة متردي وخاصة في الزبير لكثرة السرقات والعصابات اللي تستغل الفرص. يعني إحنا عندنا مأساة حقيقة، يعني هذا موضوع كبير ويحتاج إلى أنه نقف أمامه، ونتمنى من الجميع ومن الجهات الأمنية مرة أخرى متابعة الموضوع بأقرب فرصة ممكنة، وأيضا موضوع التحقيقات بالحالات اللي صارت المفروض تكون أمام الإعلام حتى يتم نشر الموضوع ونشوف شنو هي الأسباب الحقيقية وراء الموضوع. أيضا نريد أنه يعني لأنه مثل ما قلنا أنه موضوع الشرف ترى موضوع صعب خاصة على العوائل، ولذلك هو الموضوع مثل ما سمعنا حاليا من احد المسؤولين في البصره وفي الزبير تحديدا انه قال الموضوع ما له علاقه بالشرف، ايضا لازم احنا نبين الاسباب الحقيقيه حتى يعني الله يرحمهم، حتى كل واحد نعرف انه سبب قتله شنو هو، ويتم تهدئه الشارع البصري وخاصه في منطقه الزبير. اكيد حاليا الكثير من الشائعات حول الموضوع، فالموضوع يحتاج الى متابعه قويه ومتابعه مستمره. طيب